يعني انت دلوقتي بتقول خلاص هتنزل بسيبوه، ايه في حاجة تانية برضو بتحضرها؟ انا محضر اكتر من 30 اغنيه نازلين خلاص، كل شويه كل اسبوع هيبقى في اغنيه جديده. يعني انت هتدخل يعني للسنة الجديدة خلاص بشكل مختلف تماما. طبعا انا مخلص اكتر من 30 اغنيه موجودين عندي على فكره، والاغاني اللي نزلت كلها دي كانت ديموهات مش الاغاني خالصه. لكن يعني لسه ما اللي خلصتش. انتوا شغلتوا اللي المشاهد شافه دلوقتي ده ديمو، هو هيسمع الاغنيه بشكل تاني طبعا. وكواليتي تانيه انت مصوره، وبطريقه انت تانيه خالص. مصوره عندك في الاستوديو صح؟ انا ما بصورش فيديو كليبات وما بطلعش اعمل بقى الشكل ده، انا بصور خلاص. طبيعي ريل خلاص. الزمن ده مش زمن التمثيل، زمن الحقيقه. حتى انا بطلع صحيح ما بغني الاغنيه، انا بغنيها بتعبيرات كلامها، فحتى صحيح ما بمثلش فيها. هي ما تتقالش غير ده، هي صحيح كده. انا لو سمعتها لحد هسمعها له كده، فبدل ما اسمعها لحد وانا قاعد معاه في المكتب، انا بسمعها للشعوب العربيه كلها بالشكل ده. لم يعني تكن الناس بدل ما بتشوفني لوحدي، لا هتشوفني على الهواء بشكلي بشكلك موجود الطبيعي وزي طبيعي، الفل. الطبيعي اللي بيرقص واللي بيضحك واللي حركاته عفويه واللي بيحرك ايديه واللي بيتنطط. من حقي ان انا اعمل اللي نرقص هو زمن الوضوح، زمن بالظبط. الوضوح والصراحة يعني زي ما احنا. مش لازم اقعد بقى ارسم للناس واعمل بقى اعمل دوت واطلع شكلي جان، لا لا لا، هيشوفوني بطبيعتي زي ما انا هيشوفوني. يعني مش هنشوف لك بوستر كده ولا شوية حاجات مش اورجانيك في البوستر وكده؟ لا 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 لا، مفيش الكلام ده. بس في حاجات طبعا بتبقى انا عايز اشوف نفسي بالشكل دوت، بس مش الحاجات الريل اللي انا بنزلها على تيك توك. انت التيك عايز توك تكون ده اقرب للناس، عايز تكون قريب عايز ابقى للناس. طبعا يشوفوا عمرو الحقيقي طيب خلاص، العمر بيجري. انت بتشوف طبعا اكيد